نروح بقى لختام فعاليات المهرجان الدولي 12 للموسيقات العسكرية بروسيا. اختتمت فعاليات المهرجان الدولي 12 للموسيقات العسكرية الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وشارك فيه الفريق السيمفوني العسكري المصري ضمن 13 دولة. تعالوا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. في النور الحقيقة تبان. اختتمت فعاليات المهرجان الدولي 12 للموسيقات العسكرية سباسكيا تاور الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وشارك فيه الفريق السيمفوني العسكري المصري ضمن فرق من 13 دولة من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني وتقديم رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية. ووسط أجواء مبهرة امتزجت فيها المعزوفات الموسيقية الشرقية والغربية، قدم الفريق المصري العديد من العروض ومقطوعات من أشهر الأغاني الوطنية والألحان الروسية القديمة مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة، قوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للحفل الختامي. وصاحبت الجماهير والجاليات المصرية والعربية بموسكو الفريق المصري خلال فعاليات المهرجان، كما أعربت الجماهير الروسية عن سعادتها وإعجابها بمشاركة الفريق المصري بزيه الفرعوني المميز والذي يعبر عن عراقة مصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ. وللموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل، حيث حقق الفريق السيمفوني العسكري شهرة واسعة على المستوى الدولي، كما حصد الفريق المصري المركز الثاني على مستوى العالم بعد فريق جمهورية الصين الشعبية في مسابقة التصويت لأفضل فريق، وذلك نتيجة للمساندة الواسعة التي قدمتها الجماهير المصرية والعربية والأجنبية خلال فعاليات المهرجان، مما يعكس النجاح الواسع الذي حققه الفريق المصري ويؤكد مكانة الموسيقات العسكرية المصرية في مختلف المحافل الدولية. في النور الحقيقة تبان.